بكم إلى موجز أخبار الآن. بدأ صباح اليوم تهجير الدفعة السابعة من مسلحي حي الوعر وعائلاتهم بحمص باتجاه ريف حلب الشمالي، ويأتي تهجير الدفعة الجديدة بعد إنهاء تهجير الدفعة السادسة من مدينة حمص باتجاه مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي ضمن اتفاق لجنة الحي مع وفد روسي يقضي بإخلاء المدينة من سكانها والمسلحين. أحرزت قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها واشنطن تقدما أمام داعش في مدينة طبقة شمال سوريا، وقال المرصد إن قوات سوريا الديمقراطية باتت تسيطر على 40% من الطبقة من بينها أكثر من نصف المدينة القديمة، وذلك بعد أسبوع على دخولها هذه المدينة الواقعة على بعد 55 كيلومترا غرب الرقة المعقل الأبرز لداعش في سوريا. أعلنت خلية الإعلام الحربية أن طائرات حربية عراقية دمرت 3 مقرات مهمة تابعة لعناصر تنظيم داعش في قضاء تل عفر غرب العراق، وذكرت الخلية في بيان لها أن القصف الجوي أسفر عن تدمير مخزن لقذائف المدفعية تابع لتنظيم داعش وقتل من بداخله وتدمير مقر مسؤول الآليات في التنظيم وكذلك تدمير مقر مسؤول الشرطة في قضاء تل عفر. قالت مصادر إعلامية أن تنظيم داعش قتل مسؤولا كبيرا بجماعة طالبان الأفغانية في مدينة بيشاور بشمال غرب باكستان، وذلك في اشتباك بين الجماعتين داخل باكستان. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن اغتيال قيادي في جماعة طالبان قبل يوم دون أن يذكر اسمه. وصلت طلائع قوة مشاة البحرية الأمريكية المارينز إلى ولاية هيلمند في جنوب أفغانستان التي تسيطر جماعة طالبان على قسم منها بعد انسحابها منها عام 2014. وشارك قائد القوات الأمريكية والأطلسية في أفغانستان الجنرال جون نيكلسون في حفل أقيم بمناسبة عودة قوة النخبة والتي يتوقع وصول 3000 من عناصرها خلال الأسابيع المقبلة. حذر الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند من الخطر الكبير المتمثل بوصول اليمين المتطرف إلى قصر الإليزي في إشارة إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، واعتبر أولاند في بروكسل أن الجولة الثانية من الانتخابات المقررة في 7 أيار مايو ستكون خيارا أوروبيا، مشيرا إلى أن الفرنسيين سيكونون رابحين تماما وذلك ببقائهم في الاتحاد الأوروبي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.